أهلا وسهلا بكم في مدارس العربية الوطنية. نحيطكم علما بأن التسجيل ما زال مستمرا من الروضة وحتى الصف الثامن الأساسي للبنين والبنات. أما الآن مع هذا الفيديو الذي يبين مدى التفوق والإبداع في مدارسنا. عن الطالب سيلة. سيلة هي معك علاقة الملابس الملاقط، بعطيك عددين تجمعيهم بالملاقط بعدين بنمثلها على اللوح. اجمعي لي 3 + 5. قديش يا مس؟ قدي لي يوم 3 + 5. 3 + 4 + 5 = 8. إذا 3 + 5 كم يا مس؟ 8. نحط العلاقة، ممتازة. يلا نكتب 3 + 5 = 8. هون يا مس نكتب، يلا 3 + 5 = رائعة 8. انزقف لحامل البطل سيلة، رائع يا مس. معنا الطالب بنان. بنان اعطيك عددين اجمعيهم نكتبهم على اللوح يا مس بس نخلص. 2، يلا ممتازة. +3 يا مس، يلا حطي 3 ملاقط، ممتاز. اجمعيهم يلا قربي مع بعض، قديش صاروا يا مس؟ عدي 3 4 5، ممتاز. 2 + 3 كم يا مس؟ 5. ممتاز، نحط العلاقة، رائع يا مس. يلا نكتب 2 + 2، ممتازة. لا هون يا مس شمال هيك جنبها، زائد هون هون حبيبتي، زائد 3. يلا نكتب 3. هاي يا مس 3، بعدين نكتب الجواب 5 + 3. يلا اكتب 3 = 5، ممتازة. زقفوا لحامي، رائعة يا مس. زقفي حامي. معنا الطالب عبد الرحمن. عبد الرحمن بالملاقط نجمع بعدين نكتب المسألة على اللوح. 2، يلا نحط 2 + 4، يلا نحط 4 ملاقط، رائع. نجمعهم 2 + 4 قديش يا مس؟ عدهم عدهم، يلا علي صوتك، علي صوتك وتعد. ايوه 2 + 4 قديش يا مس؟ ممتاز، نحط العلاقة. يلا يا مس ناخذ القلم، خذ القلم يلا نكتب. يلا اكتب المسألة، اعطيتك 2 + قديش جمعت؟ قديه؟ 4، ممتاز. يساوي قديش طلع الجواب؟ 2 + 4 قديه يا مس؟ 6، رائع. نزقف له حامي، ممتاز يا مس. معنا الطالب خالد. خالد اعطيك اعداد تجمعهم بالملاقط بعدين ايش يا مس؟ تكتبهم على اللوح. يلا يا خالد حطي لي ملقطين، يلا عدي لي ملقطين، كمان 1 + 2، يلا اجمع كمان 2، يلا عد 2 كمان 1، يلا خذ كمان ملقط، كمان ملقط. ايوه قديش صاروا يا خالد؟ عد لي اياهم يلا. 1، لا هدول هدول حبيبي هدول، عد لي اياهم يلا. عد 1 2 3 4، ممتاز. 2 + 2 قديش؟ 4، يلا نكتب 4، يلا حبيبي خذ. شكرا يا تايم. يلا اكتب 2، نكتب مع بعض يا مس. يلا لا يا مس مش 1، نكتب 2 + يلا يا مس زائد، نكتب زائد سهلة، زائد يلا 2 كمان زيها، ممتاز. نكتب يساوي قديش؟ يساوي 2 + 2 قديش يا خالد؟ 4، ممتاز يا خالد. نزقف لخالد، زقفوا لحامي، برافو يا مس. معنا الطالب كرم. كرم اجمع لي 2، يلا يا مس 2 + 5، يا عد عد شوف. ايوه
ممتاز. 2 زائد 5 عندهم كلهم قديش يا مس صاروا؟ علي صوتك يا كرم. 2 5 6 7 2 زائد 5 كم يا مس؟ 7 7. نحط العلاقة يا مس، ناخذ القلم ونكتب. يلا اكتب لي المسألة. 2 يلا 2 زائد 2 5 يلا زائد 5 ممتاز يساوي. ممتاز شغلك مرتب يا كرم. يساوي اسرع يا ماس. يساوي وين اليساوي؟ ما حطيت يساوي هون بيناتهم إشارة اليساوي. ممتاز نرجع نكتبه هون بطريقة أفضل. يلا يا مس 2 زائد يلا يا مس زائد 5. خلي شغلنا مرتب ننزل لتحت شوي. 5 يساوي حط إشارة اليساوي خطين أفقيين فوق بعض. ممتاز 7. نزقف له حامي يا مس. ممتاز احسنت يا بطل. معنا الطالب جواد. يلا يا جواد اعطيك عددين تجمعهم بعدين نمثلهم على اللوح. 2 يلا يا مس عد ملقطين زائد 2 يلا اجمع كمان 2. 2 يا مس 2 بس. ايوه قديش صار اجمعهم؟ 2 زائد 2 ايوه ممتاز. 2 زائد 2 كم يا مس؟ 4. ممتاز نحطها يا قصي علاقة. يلا اكتب حبيبي 2 زائد 2 يساوي 4. شكرا يا قصي. يلا اكتب يا مس. هات افتح لك اياه. هي واحد مفتوح تعال. يلا اكتب 2 يلا يا مس 2 زائد 2 يساوي 4. 2 ممتاز. اكتب زائد زي هاي. اكتب زائد هون جنبها. ممتاز 2 يلا نكتب كمان 2. ممتاز يساوي يلا نكتب إشارة اليساوي زي هدول. يلا يساوي يلا اكتب يساوي إشارة اليساوي هاي الشحتتين هيك. يلا ايوه يساوي 4 نكتب 4. ممتاز ممتاز وجهك لعنا هيك يا جواد عشان زقف لك زقفوا له زقفه حاميه. ممتاز نشوف كتبت صح يا مس شوي هيك. ممتاز معنا الطالب محمد. محمد اعطيك عددين اجمعهم بالملاقط بعدين ايش يا مس؟ مثلهم على اللوح. اجمع لي 3 يلا يا مس زائد 2 يا قديش 3 زائد 2 يا مس؟ عد لي اياهم. 5 ممتاز نحط العلاقة. يلا نكتب 3 زائد 2 يساوي 5. يلا مس نكتب 3 خط مرتب وحلو. يلا 3 ممتاز زائد شرط الزائد 2 يساوي كم يا مس؟ 3 زائد 2 قديش طلع معك الجواب؟ 5. 3 زائد 2 كم؟ 5. ممتاز زقف له حامي. معنا الطالب أوس. أوس بدي أعطيك عددين اجمع لي اياهم بالملاقط بعدين مثل على اللوح. 4 يلا يا مس 4 حط 4 ملاقط. يلا حطهم على اليمين. ممتاز زائد 2 يلا 2 يلا 4 زائد 2 كم يا مس؟ عد لي اياهم. 1 2 3 4 5 6. اذا 4 زائد 2 كم يا مس؟ 6. ممتاز يا مس نحط العلاقة. يلا اكتب لي المسألة على اللوح هون يا مس اكتب لي اياها. يلا حبيبي اي لون هون؟ 4 نكتب 4 زائد يلا 4 زائد نظبط الزائد 2 يساوي كم يساوي طلع؟ 6. رائع. لا يا مس ليش هيك كتبت بهاي الطريقة؟ حلك صح بس هيك يا مس نكتب الستة.
هيك بعدين هيك. يلا نرجع نكتب الستة كويس. نكتب الستة. رائع ممتاز يا مس. زقفة حاملة قوس. قوس شكلها عنا قوس. كمان زقفة حامية. بطل. معنا الطالب تيم. تيم معك علاقة ملابس. عليها ايش يا مس؟ شو عليها؟ ملاقط غسيل. احنا يا مس مشان سهلكم عملية الجمع بدي اعطيك اعداد تجمع لي اياهم بالملاقط. ماشي مس؟ بعدين مثلها ايش؟ على اللوح بالارقام. اجمع لي يا مس ثلاثة. يلا فرجينا ثلاثة. ايوه زائد ثلاث. ممتاز اجمعهم مع بعض. ممتاز بنقربهم مع بعض لما بدنا نجمع. عدهم يا مس قديش صاروا؟ علي صوتك. واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة ستة. اذا ثلاث زائد ثلاثة كم يا مس؟ ستة. ثلاثة زائد ثلاثة كم؟ ستة. حط على الكرسي يا مس العلاقة. ناخذ القلم مثل لي اياها هون يا مس. يلا ثلاث. يلا زائد ثلاث يساوي كم؟ يساوي ثلاث زائد ثلاث ستة. ممتاز يا مس. نزقف له حاملتين. رائع يا تاي. معنا الطالب قصي. نعطيك يا مس عددين تجمع لنا اياهم بالملاقط بعدين نمثلها على اللوح. اجمع لي يا مس ثلاثة زائد يلا ثلاثة حط ثلاث. ممتاز زائد ستة. يلا حط ست ملاقط. واحد اثنين ستة أربعة خمسة ستة. ثلاثة زائد ستة شوف لي قديش صاروا. علي صوتك. ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة. ممتاز إذا ثلاثة زائد ستة كم يا مس؟ تسعة. ممتاز نحط العلاقة. يلا يا مس ناخذ القلم ونكتب هون يا مس. يلا ثلاثة زائد يلا إشارة الزائد. يلا مس زائد اكتب الإشارة أول شيء. أيوة زائد ستة. نكتب ستة. يلا اكتب ستة يساوي اكتب إشارة اليساوي. ممتاز ثلاثة زائد ستة كم طلع الجواب؟ تسعة. ممتاز صح تسعة. برافو. نزقف له حامي. رائع يا مس. معنا الطالب أمير. أمير أعطيك عددين تجمعهم بالملاقط بعدين تمثل لي إياهم على اللوح. ماشي يا مس؟ خمسة. يلا يا مس حطي لي خمس ملاقط زائد واحد. يلا خمسة زائد واحد قديش كلهم بصيروا يا مس؟ علي صوتك. إذا خمسة زائد واحد قديش يا مس؟ ستة. ممتاز يا مس نحط العلاقة. يلا اكتب خمسة زائد زائد واحد يساوي كم يا مس؟ رائع نزقف له حامي. بطل. برافو يا مس. معنا الطالب خالد العمري. خالد اعطيك رقمين تجمعهم بالملاقط بعدين نمثل على اللوح. ماشي يا مس؟ ماشي. اجمع لي يا مس اربعة. أربعة زائد أربعة. يلا كمان أربعة. قديش يا مس؟ اجمع لي اياهم كلهم يلا بصوت عالي. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. إذا أربعة زائد أربعة قديش يا مس؟ ثمانية. رائع يا مس. نحط العلاقة على الكرسي. يلا نمثل حبيبي. يلا بالأرقام. أربعة زائد أربعة يساوي ثمانية. أربعة زائد أربعة. رائع يا مس يساوي خطك مرتب ثمانية. نزقف له حامي يا مس. رائع رائع يا مس انت حبيبي. معنا الطالب يزيد. قد التحدي؟ قد التحدي. نشوف نعطيك عددين اجمعهم بالملاقط مثل لي يا معلم. يلا
يحضر لك الخير. يلا ثلاث زائد أربعة يا مس. يلا نجمعهم قديش صاروا يا مس؟ علي صوتك وانت بتعد. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. إذا ثلاث زائد أربعة كم يا مس؟ سبعة. تفضل يا مس ناخذ القلم ونكتب. يلا نكتب ثلاث. لا للجهة الثانية. لا هي في محا ما حد يمسح لي بإيده. يلا ثلاث زائد أربعة يلا مثلتها يساوي قديش يساوي؟ سبعة. سبعة ممتاز نكتب سبعة. ممتاز زقف له حامي. رائع يا ميس. معنا الطالب مصطفى. مصطفى معك يا ميس علاقة وعليها ملاحظ الغسيل. حبينا يا ميس نبسط لكم فكرة الجمع بطريقة العلاقة علاقة الغسيل والملاقط. أنا يا مس بطلبك تجمع لي عددين أول شيء بالملاقط نشوف نحطهم تمثل لي بعدين تمثل لنا العددين وجوابهم المسألة كاملة على اللوحة. ماشي يا مس؟ ماشي. يلا اثنين يلا اثنين زائد ثلاثة فرجينا الثلاثة. يلا اثنين زائد ثلاثة شوف قديش بيطلع 2 زائد 3 حط لي اياهم مع بعض يلا اجمعهم. قديش صاروا يا مس؟ 5 ممتاز. اذا 2 زائد 3 كم يا مس طلع معك؟ 5. نحط العلاقة هون يا مس. ناخذ الخطاط واكتب لي اياها يلا يا مس على اللوح. 2 يلا يا مس خط مرتب واضح. 2 زائد اشارة الزائد نظبط يا مس بشكل مستقيم. لا يا مس بشكل مستقيم خط افقي وخط عمودي زائد ثلاث يساوي كم طلع الناتج يا مس معك؟ خمسة. ممتاز احسنت يا مس نكتب خمسة يساوي خمسة. نزقف له حامي يا مس. Thank you, Miss. شكرا لمشاهدتكم الفيديو حتى النهاية. نرجو منكم الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. مديرة المدرسة آيات شفيلة.